هذا الشعب العظيم على وقوفهم الدائم والمشرف والداعم للقضية الفلسطينية رغم التحديات الصعبة التي تواجهها الجزائر ورغم المؤامرات الخارجية التي تواجهها الجزائر إلا أنها أبت أن تقول كلمة الحق اتجاه القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية والوطنية والعربية وتحدت الصعاب لنصرة القضية الفلسطينية ولنصرة الشعب الفلسطيني. والشرف وعر والشرف وعر وقهر الرجال وعر نكون نهضر شمول الدين طبش الدين مسود الخدين ولو درهمين مول الدين شكيلو ولا كيلو ولا درسكيل كعتيلو هاي ما تقولوش والشرف الأقصى عنواني صهيوني قد جاءك ردي لن أبقى مكتوف الأيدي. معكم السيدة سهاد سامي أبو كوش من فلسطين من غزة نائبة العميد الملتقى الفلسطيني الجزائري للتراث الشعبي. أشكر مديرة دار الثقافة على هذا اليوم التضامني في يوم تاريخ التراث الجزائري. نشكرهم على تضامنهم مع الهوية الفلسطينية ومع قضيتنا العادلة. من هذا المنبر أناشد أمهات فلسطين في جميع أنحاء العالم على حفاظ على التراث الفلسطيني وعلى هويتنا رغم الألم ورغم الجراح. الكيان الصهيوني هو أعدم هويتنا وأعدم التراث الشعبي تاعنا في فلسطين في غزة، وعلى رغم أنفهم ورغم الألم والجراح إحنا الحمد لله متماسكين بالتراث تاعنا. ومن هذا المنبر أشكر حكومة وشعبا ورئيسا على هذه المبادرات اللي هي دائما الجزائر واقفة مع فلسطين، وشكرا لكم. مساء الخير عليكم. نشكر المركز الثقافي الفلسطيني في فرع الجزائر على هذه الاستضافة فيما يخص المؤتمر اللي درته اليوم فيما يخص القضية الفلسطينية. كان ما شاء الله يعني تعرفنا على مختلف العادات والتقاليد للبلد الشقيق فلسطيني، وأنا بدورك ممثل مسرحي وناشط في التراث الجزائري يعني لترويج الألبسة التقليدية وكل ما هو تراث، فكان لي شرف أني اكتشفت كانت لي في الرصيد الثقافي ديالي باش نزيدهم عندك كتراث عربي عامة. ونشكركم مجددا على هذه الاستضافة وشكرا. شوفي فريمون أنا جيتي تري تري كونتونت باسكو سي لا بروميير فوا لي نحضر هكا ايفينمون على فلسطين. المركز كان في القمة، مام اللباس عجبني بالبزاف ولي زاكسيسوار كلش تاع فلسطين جاب لي ربي شغل يشبه اللباس الجزائري. فوالا هذا عجبني بالبزاف الطرز ديالو، الطرز كلش اكسسوار لي كولور ولا اللباس ولا قلت لك المجوهرات ولا العوايد كاع اللي شفتهم في هذا المركز فريمون عجبني بالبزاف. نقول لهم ربي معاكم ورانا معاهم قلبا وروحا فريمون فريمون فريمون. انا الحاجات اللي راني نشوف فيهم حتى بارفوا نقول لو كان صحتنا هكا اوكازيون نوقفوا معاهم غير دمعه ولا كلمه ولا الروح والدم، لو كان نقدروا كش ما نديروا بالقليله رانا درناها باذن الله. وان شاء الله ربي يحرر فلسطين ورانا معاهم وانا معاهم ان شاء الله. غير كي راني هنايا المركز الثقافي الفلسطيني سي لا بروميير فوا نجي لهاد العفايز فوالا، مي واش حبينا نقولوا تما ربي ان شاء الله يا ربي يحرر فلسطين، وان شاء الله يا ربي ان شاء الله كما قال كون صبنا انا واقفين معاها انا واقفين معاها باسكو كوم سي واش تجوزها حنايا في الجزائر راهي تجوز اكثر منا. التراث الفلسطيني ولا حاجه مليحه كوم سي حنا عندنا تقاليد كوم سي رانا كيف كيف تما ما جاتناش حاجه جديده صافي بليزير بصح كوم سي رانا كيفهم ما شاء الله. ليكسيسوار تاعهم ما شاء الله لبستهم ثاني نقدروا نلبسوها ونخرجوا بها صافي بليزير، وربي ان شاء الله يحررها وان شاء الله تكون منصوره وظلمه ومظلومه. واش نقول لكم ان شاء الله كما قال تحيه فلسطين تحيه فلسطين تحيه فلسطين. شفت الركام وبيوتنا الحمد لله، كنت اامل انه يكون لو بيت لاخت او بيت لابويا، بس الحمد لله الحمد لله انا وعيلتي وابوي واخواتي كلياتهم ما لنا بيوت في فلسطين، بس الحمد لله الحمد لله. روحي قدي معايا هنا باش ما تمشي يا مربعيه.